الوزراء الأسترالي يوقع مفاجأة بعد فوزه في الانتخابات. في الاقتصاد، وزير النفط العراقي يدين سحب إكسون موبيل موظفيها من حقل القرنة. وفي الرياضة، بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده وروسيا ستنتجان بشكل مشترك منظومة الدفاع S-500، وذلك بعد أن أدى شراء أنقرة منظومة صواريخ S-400 بشكل أثار التوتر مع الولايات المتحدة. بعدما أكد مسؤولون أمريكيون أن الأمر يعد إشكالية كبيرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شراء بلاده للمنظومة الدفاعية S-400 من روسيا هو اتفاق لا رجعة فيه، مضيفا أن بلاده ستحصل على المنظومة في يوليو حزيران المقبل مع احتمالية تقديم الموعد، الأمر الذي اعتبرته واشنطن تهديدا لأمن مقاتلاتها من طراز F-35، إلا أن الرئيس التركي أكد أنه لا يوجد أي مشكلة في التوافق التشغيلي بين نظام S-400 وطائرات F-35. أردوغان أكد أيضا أن بلاده ستشترك مع موسكو في إنتاج المنظومة الصاروخية S-500 دون أن يكشف عن الموعد المحدد لبدء إنتاج تلك المنظومة. يأتي هذا بعدما زاد شراء تركيا للمنظومة الدفاعية S-400 حدة التوتر في العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تخشى من أن تكون التكنولوجيا المستخدمة في نظام S-400 من الممكن أن تستخدم في جمع بيانات تقنية عن الطائرات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي، والذي تعتبر تركيا أحد أعضائه. إلى ذلك، ووفقا للقانون الأمريكي الذي ينص بموجبه على فرض عقوبات اقتصادية على أي دولة توقع عقود تسليح مع شركات روسية، فإن تركيا وفي حال نفذت الاتفاق مع موسكو فإنها ستكون عرضة لعقوبات البيت الأبيض. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلي عبر سكايب من اسطنبول السيد فراس أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي. أهلا بك سيد فراس. أولا، هل تصريحات الرئيس التركي أردوغان هي جزء من المناكفات السياسية والإعلامية مع الولايات المتحدة، أم أنه بالفعل يعني أنقرة وموسكو تنويان تطوير هذا النوع من المنظومات S-500؟ حتى الآن لا يمكن أن نقول أن هناك شراكة حقيقية في مسألة S-500 بين كلا الطرفين، ولكن التصريح هذا يدل على أن ربما تركيا تتجه في هذا الاتجاه، لأن تركيا لديها ممكن أن نقول خطة سياسية دائمة أو عسكرية ليست وليدة الآن. هناك خطط دائمة مشتركة، مثلا المدافع المتحركة التي كانت شراكة مع كوريا الجنوبية، F-35 أو طائرات الإف بشكل عام القتالية شراكة مع الدول الأخرى، وربما تريد أن تسير في نفس هذا المجال، وخصوصا أن تركيا ليست مشاركة في برامج الباتريوت أو كدولة مؤسسة فيه أو مشاركة دفاع الجوي، وهي لديها ضعف في هذه النقطة. أتوقع حتى الآن هي في هذا الفصل، ممكن الضغط السياسي، لأن أيضا الرئيس أردوغان قال وأيضا عرضنا على الولايات المتحدة الأمريكية أنها نشتري الباتريوت، إذا أرادت أن نشتري إذا نستطيع أن نشتري المنظومتين. إذا ما زال الباب واربا أعتقد هذا من حال كلا السياسي والعسكري، ولكن لا يوجد حتى الآن أن طيب. بدأت بالفعل S-500 يعني والشراكة مسألة S-400 تثير جدلا واسعا وانتقادات وتهديدات أمريكية، كيف سيؤثر ذلك أيضا على مسألة التزود التركي بطائرات F-35 في نهاية المطاف؟ الحقيقة هذه المشكلة ما زالت في أخذ ورد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول عبر أيضا وزير الدفاع التركي، والرئيس أيضا قال أن هناك خمس طائرات تسلم إلى تركيا، الطيارون الأتراك تدربوا في تلك الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النوع من الطائرات. هل ستبقي الولايات المتحدة الأمريكية ورقة الضغط هذه، أم أن لأن تركيا لا أعتقد أنها ستتراجع في مسألة S-400، لأنها
لم تأخذ عروضا أخرى. ربما هذه المقولة سترمي الكرة في الملعب الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أخذنا الاس 400 والآن سنشارك في الاس 500، ماذا تنتظرون؟ تعالوا أقيموا شراكة مثلا معنا إذا كنا حلفاء. ربما أعتقد في هذه الزاوية أطلقت هذه الجملة لضغط أكثر. يعني تصل أنقرة إلى مرحلة فرض عقوبات أمريكية عليها برأيك في حال أتمت هذه الصفقات مع روسيا؟ هذه حقيقة مسألة ليست في بالسهولة بمكان، لكن لا أعتقد أن أي أحد هنا في أنقرة أو في إسطنبول بشكل عام لا يفكر بقبول العقوبات على الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا. هذا سيسبب مشاكل أعتقد كثيرة، لكن هناك أمور أخرى قد تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التتفاوض مع تركيا، أو تركيا تستطيع أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الأمور. ولكن الكرة الآن أظن رمية إلى الملعب الأمريكي بأن نحن سنقيم شراكة، تفضلوا إذا كان لديكم فكرة فنقيم شراكة مع بعض، لأن حتى شراء الـ 400 هي شراء منظومة وليس فقط، أي ممكن تركيا أيضا قد تصنع أيضا الـ 400 فيما بعد بعد أن تأخذ التقنية التي تعود إليها. ولكن العقوبات سيكون لها تأثير سلبي ولا أحد يريد هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر السيد فراس أوغلو الكاتب والمحلل السياسي وقد حدثتني من اسطنبول. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي إنها تستعد لتقديم عرض جريء للنواب في محاولة أخيرة لإقناعهم على الموافقة على اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضافت مي في مقال نشرته في ساندي تايمز أنها عندما تعرض مشروع قانون اتفاق الانسحاب على البرلمان مطلع الشهر المقبل سترفقه برزمة جديدة من الإجراءات التي تأمل في أن تؤدي إلى دعمه من جانب أغلبية النواب. وكان النواب قد رفضوا الاتفاق 3 مرات بشكل أدى إلى تأجيل موعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي حتى نهاية أكتوبر المقبل. أوصى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أوائل سبتمبر أيلول، قائلا إنه يريد استعادة الثقة في الحكومة بعد فضيحة فيديو تسببت في استقالة نائب المستشار. وقالت جهات أوروبية إن ما يجري في النمسا سيؤثر في الانتخابات الأوروبية القريبة. بالتزامن مع احتشاد الأحزاب اليمينية في أوروبا بقيادة ماتيو سيلفيني نائب رئيس وزراء إيطاليا، التحالف اليميني في النمسا يتلقى ضربة بعد نشر فضيحة نائب المستشار هانز كريستيان شراخة، وهو يتبادل الأحاديث قبل عامين حول صفقات لوكالات إعلامية محلية مع سيدة أعمال روسية مقابل دعم مادي وإعلامي لحزبه في الانتخابات. وعلى ضوء ذلك قدم شراخة استقالته من منصبه كنائب مستشار ورئيس حزب الحرية النمساوي. إننا نواجه التيارات اليمينية والتيارات الشعبية التي تحتقر قيم الأوروبية في العديد من المناطق، ويريدون تدمير أوروبا وقيمها، ويجب أن نقف لهم بشكل حاسم. ما جعل الرئيس ألكسندر فان دير بيلين الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة ليتلقى تحالف قوى اليمين الأوروبي بقيادة سالفني قبل أسبوع من الانتخابات للبرلمان الأوروبي ضربة تلو الأخرى، حيث فتح تحقيق في فرنسا عن وظائف وهمية في البرلمان، والشكوك تشير إلى ضلوع القيادية اليمينية مارين لوبان. المهمة الرئيسية الآن هي استعادة الثقة في كل مؤسستنا من الداخل والخارج على حد سواء. كل النمساويين لديهم الحق في أن يكون لديهم حكومة يمكنهم الوثوق بها، حكومة تحظى باحترام كبير وتحظى باحترام في النمسا وأوروبا والولايات المتحدة والعالم كله. وبذلك فإن تحالف اليمين الأوروبي الصاعد بدأ يفقد المصداقية بحسب الاستطلاعات المحلية، ويكون شتراخا سجل فضيحة أخرى في سجله الحافل بمواقفه متطرفة نازية واستغلال نفوذه لتقديم مصالحه السياسية. عبر الكرملين عن أمله في عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لكنه قال إنه لم يتلقى قرارا حاسما بعد من واشنطن بشأن ذلك. ونقلت وكالة انترفاكس عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن وزير الخارجية الأمريكي لم يأتي بأي مقترحات ملموسة بشأن ترتيب مثل ذلك الاجتماع على هامش قمة مجموعة 20 في أوساكا.
وجه نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه رئيس إثارة الانقسامات. أتت أقوال بايدن خلال أكبر تجمع لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2020 في فيلادلفيا، داعيا الجماهير إلى الإنصاف والمساواة في البلاد ورفض المناكفات الحزبية التي أثارت غضب الأمريكيين وأحبطت عزيمتهم وفق ما قال بايدن. ويعد بايدن من بين أبرز مرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات. لقد تحدث عن ما يفعله ترامب وهو يفعل ما لا نريد فعله، شيطنة المهاجرين، القتال مع حلفائنا أو الاحتكاك مع كيم جونغ أون أو بوتين، ليس هذا ما نريد. لدينا قلب أكبر بكثير ونحن نرحب بالناس من جميع أنحاء العالم وهذه هي قيمنا. يمكنه أن يجعلنا نعمل معا بدلا من تفريقنا، وآمل في أن نتمكن من التوحد حول هذه الفكرة. أكد زعيم المعارضة الفنزويلي إخوان غوايدو أن أي وساطة دولية لحل الأزمة في فنزويلا على غرار تلك التي تقودها النرويج يجب أن تؤدي إلى عزل الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة وإجراء انتخابات جديدة. وقال غوايدو إنه تجاوب مع دعوة النرويج من أجل الاقتراب من حلول تؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء اغتصاب السلطة وقيام حكومة انتقالية على حد قوله. لدي حلم وهو أن أرى ابنتي البالغة من العمر عامين تخرجت من الجامعة في فنزويلا في أحد الأيام، وأحلم أنها ستكون قادرة على ممارسة الرياضة في حقل قريب من مكان عائلتي دون الخوف من التعرض لهجوم، وأحلم أنه بعد التخرج ستكون قادرة على العمل في بلدها. حققت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون مفاجأة في الانتخابات التشريعية بشكل يتناقض مع استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات وتوقعت فوز حزب العمال المعارض المنتمي ليسار الوسط. وقال موريسون إنه يهدي النصر للأستراليين الذين ساندوه. وكان موريسون قد تولى المنصب قبل 9 أشهر فقط على أثر انقلاب حزبي داخلي ضد سلفه المعتدل مالكوم ترينبول. لا يجب أن تكون رئيسا للوزراء وتعمل بهذه الصفة ما لم تكون أولا عضوا في جمهور الناخبين المحليين. أود أن أشكر الجميع هنا من جمهور الناخبين المحليين وفريق المحلي هنا وجوري آدمز والجميع، لقد قاموا بعمل رائع. بدأت المرحلة الأخيرة من الانتخابات الهندية حيث اصطف الناخبون في طوابير للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات أمن مشددة في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد. ويحق لنحو 900 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات تستغرق 40 يوما وتمتد على 7 مراحل، ومن المتوقع أن تبدأ عملية فرز الأصوات يوم الخميس. بعد 39 يوما من ماراثون الانتخابات الهندية وضمن أكبر عملية انتخاب في التاريخ، تختتم الهند المرحلة الأخيرة من انتخاباتها التشريعية. من الجيد للغاية التصويت لأنه من واجبنا، وقد أتينا إلى هنا بشكل خاص للإدلاء بأصواتنا. المرحلة الأخيرة شهدت إقبالا كبيرا على صناديق الانتخاب، حيث ستحدد المرحلة النهائية مسيرة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يطمح لولاية جديدة. ولم يتم الإبلاغ عن أي أعمال عنف كبيرة في كالكوتا التي شهدت مواجهات بين أنصار رئيس الوزراء المنتهية ولايته ناريندرا مودي ومؤيدي المعارضة هذا الأسبوع. إنه طلب المتواضع لجميع مواطني بلدنا للإدلاء بأصواتهم، إذا صوتنا ستشكل حكومة جيدة وستتخذ قرارات أفضل. ونشرت السلطات الهندية نحو 57,000 شرطي، كما وضعت أكثر من 400 من فرق الرد السريع في حالة تأهب تحسبا لحدوث أي اضطرابات، إذ تجري الانتخابات في أعقاب اشتباكات جوية وتصاعد التوترات مع باكستان المجاورة والتي استغلها حزب بهاراتيا جانات الحاكم بزعامة مودي ليركز حملته على الأمن القومي. وركز حزب المؤتمر الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسة وكتلا إقليمية أخرى على سوء الإدارة الاقتصادية من جانب الحكومة وعجزها عن توفير فرص عمل في محاولة لاجتذاب الناخبين.
اعترفت شركة بوينغ الأمريكية للمرة الأولى بوجود خلل مرتبط بطائرات 737 ماكس التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا. وقالت إنها صححت برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب الطيارين. وأكدت الشركة المصنعة للطائرات أن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصا تلك التي أدت إلى حادثة طائرة 737 ماكس التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس آذار الماضي. وإلى عناوين الاقتصاد، حيث أكدت وزارة التموين المصرية أنها اشترت 2,200,000 طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد المحلي في أبريل نيسان الماضي. كما توقعت الوزارة أن يصل مجمل ما ستشتريه هذا العام إلى 3,600,000 طن. وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن إجلاء إكسون موبيل موظفيها الأجانب من حقل غرب القرن واحد في جنوب العراق غير مقبول أو مبرر. وأشار الغضبان في بيان أن ذلك ليس له علاقة إطلاقا بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق. وكان مسؤولون عراقيون قالوا إن إكسون موبيل التي وقعت عقدا طويل الأمد لتطوير حقل النفط لمصلحة شركة نفط الجنوب سحبت جميع موظفيها الأجانب البالغ عددهم نحو 60 شخصا. وجاء الإجلاء بعد أيام قليلة من سحب الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين من سفارتها في بغداد بدعوى وجود تهديد من إيران. تغيير مكاتب العاملين من شركة أكسل موبيل من غرب القرن واحد إلى دبي لم ولن يؤثر على الطاقات الإنتاجية من هذا الحقل من النفط الخام أو الغاز الطبيعي، وليس هناك أي تأثير أيضا على أعمال الصيانة المبرمجة أو أعمال تطوير المشاريع. كون الحقل يدار أصلا بصورة مشتركة بين كوادر شركة نفط البصرة تحت إشراف ونصيحة المشغل اللي هو أكسل موبيل. وإلى الرياضة، حيث احتفل فريق بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي بعد فوزه بالمباراة الأخيرة على فريق فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف. وشهد الدوري منافسة قوية بين البافاريا وفريق دورتموند، وبين فرح التتويج ودع البايرن نجميه ريبيري وروبن كفائزين بالبطولة. للمرة السابعة على التوالي حقق البافاري بطولة الدوري الألماني بعد فوزه على فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الأخيرة. وفي موسم أظهر فيه المنافس بروسيا دورتموند الندية بتصدره الدوري في النصف الأول من الموسم وتوسيع الفارق بينه وبين بايرن إلى 9 نقاط، لكنهم انهاروا في القسم الثاني قبل أن يتلقوا خسارة مدوية من البافاري بخمسة أهداف مقابل لا شيء. الفوز باللقب يطرح السؤال مجددا، من ينهي احتكار بايرن على الكرة الألمانية، خاصة أنهم حققوا لقب الدوري 8 مرات خلال 10 سنوات في وقت راهنت الجماهير الألمانية على دورتموند بكسر الروتين. وبين فرحة التتويج شهد الملعب دموع الرحيل، حيث ودع كل من النجمين روبن وريبيري جماهير البايرن، حيث حقق الفرنسي رقما قياسيا بتتويجه 9 مرات بلقب البوندسليغ. والزميل أدهم حبيب الله ينضم إلي في هذه الزاوية الرياضية. أهلا أدهم، إذن من ينهي هيمنة بايرن في ألمانيا؟ نعم، تحدثنا في التقرير عن هيمنة بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة، هذه البطولة السابعة على التوالي وأيضا الثامنة خلال 10 سنوات. يعني نتحدث عن فريق ربما الجميع راهن على الأقل جماهير ألمانيا جماهير الكرة الألمانية هذا الموسم على فريق دورتموند، علما أن هناك منافسة قوية بين فريق دورتموند وفريق بايرن ميونخ في الصراع دائما على الألقاب. ولكن مرة أخرى استطاع بايرن ميونخ في موسم يعني كان ضعيف بعض الشيء على المستوى الأوروبي وأيضا افتتاحية غير موفقة في الدوري، وكان هناك فارق كبير عن منافسي دورتموند،
ولكن في القسم الثاني استطاع هذا الفريق العودة إلى مسار الانتصارات وأيضا الفوز ببطولة الدوري، علما شيرين أن هذه هي السنة الأولى أو الموسم الأول الذي يعني تحسم به بطولة الدوري الألماني في الجولة الأخيرة في المباراة الأخيرة. دائما كانت تحسم بفارق كبير لبايرن ميونخ. هذا الموسم كان هناك يعني نوع من الندية القوية بين الفريقين، المنافسة القوية مرة أخرى. يعني بايرن ميونخ يعني يده دائما كما نقول على العليا، وهو الفريق الذي يحقق الألقاب، ولكن مرة أخرى فوز بايرن ميونخ ببطولة الدوري وأيضا هيمنته على الدوري، باعتقادي هذا ما يجعل الدوري الألماني أكثر ضعفا على المستوى الأوروبي. طيب إلى فريق آخر ومكان آخر، مان سيتي والثلاثية التاريخية، لمن يسجل هذا الفوز؟ يعني عندما نتحدث عن فريق مانشستر سيتي نتحدث عن موسما استثنائيا، هذا الفريق الذي فاز بكل الألقاب، وعندما نتحدث عن ثلاثية تاريخية لأول مرة في دوري البريمير ليج يفوز فريق بكل الألقاب، كأس الاتحاد وأيضا بكأس الرابطة وأيضا ببطولة الدوري، علما أن شيرين أن هذا الموسم هو أيضا موسما استثنائيا لكل الفرق الإنجليزية. ولكن قبل أن نتطرق ونتحدث أكثر بتوسع، لدينا نشاهد أيضا مباراة الأمس التي جمعت فريق واتفورد وفريق أيضا مانشستر سيتي، حيث فاز هذا الفريق بسداسية بمقابل لا شيء، وطبعا افتتح أول أهداف اللقاء اللاعب الإنجليزي لاعب فريق مانشستر سيتي. طبعا هذا الفوز يعني أعطى لمانشستر سيتي القوة وأيضا الدفعة هذا الموسم بتحقيق كل الإنجازات. والحديث أيضا هنا عن غوارديولا، يعني هذا المدرب الشهير يعني أتى إلى فريق مانشستر سيتي بعد يعني موسم دعنا نقول الجميع تحدث عن ليفربول، ولكن استطاع تقليص الفارق والفوز ببطولة الدوري وأيضا بكل الكؤوس رغم خسارته في دوري أبطال أوروبا. والآن يعني وجهة الفريق رغم كل العقوبات، نتحدث الآن أيضا هو يواجه فريق مانشستر سيتي يواجه في المحاكم القضائية في الويفا في عقاب كل ما يتعلق بتمويل الأموال وأيضا قانون الذي يمنع طبعا صرف العديد من الأموال الفاير بلاي، ولذلك يعني نشاهد هذه اللقطات وأيضا نعم. الجميلة للتتويج والفوز بهذا اللقب بالأمس على واتفورد. جميل. أريد أن أيضا أن أتحدث عن يوفنتوس، ما الذي يدفع هذا الفريق للتخلي عن مدربه في هذه الأونة التي يحقق فيها إنجازات؟ نعم، يعني هناك من يتحدث كثيرا عن إنهاء حقبة إليجري مع فريق يوفنتوس الإيطالي. هذا المدرب بخمس سنوات استطاع تحقيق خمس ألقاب، فاز خمس مرات ببطولة الدوري وأيضا بأربعة كؤوس في دوري إيطاليا، ولكن خسارة الفريق هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا جعلت أيضا مالكي النادي بالتفكير مجددا فيما يتعلق بمصير هذا الفريق مرشحين. ولذلك مرشحين هناك فيليب إنزاغي، نتحدث عن إنزاغي هذا المدرب الذي يدرب فريق لاتسيو على ما يبدو المرشح، وأيضا هناك خبر آخر لربما أيضا مدرب توتنهام الإنجليزي قد تكون هناك عملية تبادل، أليجري في توتنهام وأيضا مدرب توتنهام في فريق يوفنتوس. أشكرك جزيل الشكر الزميل أدهم حبيب الله. والختام من العراق ومدينة أربيل ومتحف يوثق الحرب على داعش. رجال بملابس عسكرية يلتقطون صورا لأنفسهم مع معدات حربية كانت قد استخدمت في المعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق، وذلك مع افتتاح متحف في مدينة أربيل الكردية يوثق الحرب ضد التنظيم المتشدد. يهتم المتحف أيضا بعرض مدافع وعبوات ناسفة وأزياء عسكرية لمقاتلي داعش بهدف مساعدة مقاتلي قوات البشمركة على فهم كيفية التعامل مع القنابل والتخلص منها. منذ البداية أردنا أن نوثق كافة المعلومات وكافة الواجبات التي يتم تنفيذها من قبل البشمركة للهندسة العسكرية في متحف مستقبلا يضم كافة أنواع العبوات والآليات المستخدمة. يفتح المتحف أيضا أبوابه للمدنيين الذين تعرض بعضهم لفظائع وتشوهات من قبل التنظيم المتشدد، ووصف زوار المتحف المعروضات بأنها غريبة وغير متوقعة. صراحة شفت أشياء عجيبة وغريبة، يعني اللي كانوا استعملوها الدواعش على ضد القوات الكراد والقوات الجيش العراقية، يعني صراحة شفت أشياء
يعني ما اتوقع كل شيء كعواد كعباد لازقة كمفخخ تفجير من السيارات كأحزام لاسف. قبل نحو عامين أعلن العراق النصر النهائي على تنظيم داعش بعد أن طردت القوات العراقية آخر عناصره من البلاد بعد 3 سنوات من اجتياح الجماعات المتشددة لنحو ثلث الأراضي العراقية. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا المركزية. بعد قليل تلتقون زميل مهند نبيل في ملفات هذا المساء. ابقوا معهم.